يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. والمزيد يطلعنا عليه كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. كريم، اطلعنا على المستجدات لديك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل ما زال مطار العريش الدولي يستقبل المساعدات المختلفة من المواد الإغاثية، من مواد غذائية، ومن مستلزمات طبية وغيرها من مستلزمات معيشية لمجابهة فصل الشتاء من 29 دولة و14 منظمة. وبالفعل تخطى عدد الطائرات الذي وصل إلى مطار العريش الدولي حتى الآن أكثر من 290 طائرة من كل هذه الدول والمنظمات. بالطبع تنقل هذه المساعدات الإغاثية عبر شاحنات لتصل إما لمخازن الهلال الأحمر المصري أو إلى معبر رفح. معبر رفح المصري دخل من خلاله منذ أمس وحتى صباح اليوم وظهر اليوم، وما زالت الساعات مستمرة في العمل. وأيضا على مدار الأيام السابقة وعلى مدار اليوم دخل حتى الآن منذ أمس وحتى الآن أكثر من 50 شاحنة عبر بوابة معبر رفح المصرية، ووصلوا بالفعل إلى قطاع غزة، بالإضافة لتجهيز مئات الشاحنات، ولكن منهم 100 بالفعل تم تجهيزهم أمام بوابة معبر رفح المصري. وبينما نحن نتحدث على مدار الساعات القادمة أيضا سيزيد هذا العدد بإدخال هذه الشاحنات عبر بوابة معبر رفح المصرية، ولكن ما يدخل إلى الناحية الأخرى في قطاع غزة هو ما ينتظر تحديده بعد فترات، خصوصا بعد عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه الشاحنات، إما بتكدس الشاحنات عند بوابة معبر رفح الفلسطينية من الناحية الأخرى حيث التفتيش ونقل المساعدات إلى الشاحنات الأخرى، أو حتى بإطالة زمن التفتيش وعدم دخول الشاحنات بشكل عام. لكن هذا لا يمنع استمرار ما فتح معبر رفح لدخول هذه الشاحنات بشكل مستدام. بالإضافة لذلك أيضا خرج بالفعل اليوم 7 مصابين من الأشقاء في فلسطين ليتلقوا العلاج هنا في المستشفيات المصرية المختلفة، مع استمرار أيضا وجود سيارات الإسعاف في النقطة الفاصلة بين معبر رفح المصري والفلسطيني لاستقبال عدد أكبر من الأشقاء المصابين من الناحية الأخرى. هذا أيضا يأتي بعد طبع استمرار لخروج أيضا عدد آخر من مزدوجي الجنسية، خصوصا في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها غزة الآن وقطاع غزة تحديدا. وبينما نحن نتحدث الآن بالطبع يعقد مجلس الأمن جلسته للمرة الثالثة في غضون شهرين للتحدث فيما يتعلق بغزة ومحاولة أخذ قرار لوقف إطلاق النار. وقد أشاد الأمين العام بالمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة في دعية إلى مجلس الأمن بمجهودات المصرية والقطرية وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال المساعدات والهدنة، وطبعا تحدث عن حجم الكارثة الكبيرة في قطاع غزة آملا في وقف إطلاق النار قريب للتخفيف عن الأشقاء في فلسطين. نعم، أشكرك جزيلا من العريش كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري.